أعزائي موجهي ومعلمي التعليم الفني الصناعي، أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا، مدرسة على الهواء. أهلا إخواتي وأساتذتي. النهاردة إن شاء الله موضوعنا موضوع جديد، وهو نشر ثقافة الجدارات. إحنا عمالين نقول فيه إحنا بنطبق نظام الجدارات بقالنا 3 سنين. يعني إيه جدارات؟ وإيه اللي مطلوب مننا نعمله؟ وليه الجدارات دي دخلت أصلاً التعليم الفني؟ حلقتنا إن شاء الله النهاردة هتدور حول تلك المفاهيم، وبإذن الله هتوضح لينا كل هذه المفاهيم مع بعضينا كده بقى على الشاشة بتاعتنا، وهنشوف يعني إيه جدارة، والجدارة دي إحنا أصلاً يعني إحنا ليه حولنا مناهجنا للمناهج القائمة على منهجية الجدارات. طبعا أنا لما أجي أقول جدير معناه أني أنا بعمل كل حاجة بمعايير أداء، يعني أنا ماشي وفق معيار واحد، التقييم بتاعي وفق معيار واحد لجميع الطلبة، أداء التدريس نفسه والأنشطة والمهارات اللي أنا بأديها كلها بتنفذ وفق معيار واحد. وبالتالي طالما ان انا عملت الشغل بتاعي وفق معايير، مش عملته بطريقة عشوائية، اذا في الحالة دي انا هكون جدير. طيب يعني دلوقتي حضرتك قلت لنا ان احنا الجدارة دي ان انا انفذ شغلي وفق معايير محددة. مين اللي حطلنا المعايير ديت؟ وإحنا الجدارة ديت هل هي معيار فقط، ولا الجدارة دي هي عبارة عن إيه، وكل حاجة فيها إيه معايير أداء؟ الجدارة دي هي لما أنا أجي أقول أنا خراط ماهر وأنا خراط جدير. طب يعني إيه خراط؟ خراط جدير. خراط جدير معناه ان هو بيكتسب المهارة بتاعته وبيكتسبها وبينفذها وفق معايير اداء محددة. المعايير الاداء دي بترجع لايه؟ بترجع لمعايير الاداء للمؤهلات المهنية لمهنة الخراط. يبقى انا عندي حاجة اسمها المؤهل المهني. المؤهل المهني ده هيطلع لي من التعليم الفني حاجة اسمها فني خراطة أو فني تشغيل معادن. يعني الفن اللي خارج ده بيخضع لحاجة اسمها معايير المؤهلات المهنية. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أطبق منظومة أنا بطبقها وفق معايير دولية، المعايير دي بتسمى معايير المؤهلات المهنية. أنا بقى دلوقتي عايز أعرف هي معايير المؤهلات المهنية دي بتقولي أتعلم إزاي؟ بتقولي علشان أبقى جدير لازم أكون ملم بالمعرفة والمهارة والسلوك. يعني إيه بقى؟ قال لي لازم تكون ملم جدا بالمهارة اللي أنت هتنفذها عشان تبقى عامل ماهر. بس أنا مش عايزك ماهر فقط، أنا عايزك جدير. طالما جدير يبقى أنا لازم المهارة دي أكتسب معاها مجموعة المعارف اللي هتخليني أنفذ هذه المهارة بطريقة هندسية فنية صحيحة. إيه كمان؟ لازم أكتسب مع هذه المهارة مجموعة السلوك اللي هتخليني أنفذ المهارة دي وفق معايير أداء وسلوك سوق العمل يقبلني بيه. سوق العمل يقبلني بيه. أنا جبت سيرة سوق العمل دلوقتي، هو إيه اللي دخل سوق العمل معانا في الجدارات؟ إحنا سبب الجدارات ده أصلاً إحنا كان في فجوة بين المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية اللي إحنا بنديها في المؤسسات التعليمية بتاعتنا، وما بين احتياجات ومواكبة سوق العمل من الصناعة. فعلشان أسد الفجوة ديت إحنا توجهنا للسوق وشفنا رجال الصناعة محتاجين إيه بالظبط من معايير أداء أخرج بيها طالب التعليم الفني،
وبالتالي قدرنا ان احنا نوصل ان احنا نطلع طالب التعليم الفني يوافق معايير المؤهلات المهنية للمهنة بتاعته. حلو قوي الكلام ده. يعني الصناعة اشتركت معانا في وضع المناهج؟ ايوه فعلا الصناعة اشتركت معانا في وضع المناهج. طب ليه اشتركت معانا؟ علشان لما اجي اضع منهج اضعه يواكب احتياجات سوق العمل، وبالتالي الطالب عندي يتعلم بالطريقة اللي محتاجها الصناعة، وبالتالي سوق العمل في النهاية ايه؟ يقبله، يبقى خريج مقبول في السوق. طيب الكلام ده احنا عملناه ليه؟ علشان احنا كنا بنتخرج كنا بنبقى مرفوضين في حاجات كتير جدا رغم ان احنا عندنا الفنيات، الا ان سوق العمل ما كانش بيقبلنا. طب انا عشان سوق العمل يقبلني لازم اكون بتدرب على المهنة والتكنولوجيا التي تواكب احتياجات سوق العمل في تلك اللحظة. يعني انا مش عايز ابقى المناهج بتاعتي جامدة تفضل 20 سنة نفس المنهج بتاعي. السوق عمال يتطور بماكينات حديثة وبمعلومات جديدة وانا المنهج عندي جامد. سيستم الجدارات خلى المنهج بتاعي مرن يقبل التغيير والتحديث والاضافة والحذف. يبقى انا دلوقتي حولت مناهجي لمناهج مرنة، مناهج تقدر تواكب دايما التكنولوجيا واحتياجات سوق العمل ويتخرج عمالة مطلوبة فعلا في سوق العمل. تمام؟ طيب احنا عايزين نعرف بوضوح كده يعني ايه جدارة مع بعضينا كده على الشاشة، وما يتطلبه هذا النظام علشان انفذه. تعلم القائم على الجدارات قال لي هل يجب على زملائك من المعلمين أن يدرسوا أفضل ما يعرفونه أو ما تعلموه أو ما يتمتعون بتدريسه أو ما لديهم خبرة فيه ولا ما يتضمنه الكتاب المدرسي. طيب كل هذه الأمور لو لاحظناها هي مرتبطة بالتعلم التقليدي، كلها خبرة معلم سابقة، ما يتمتع به المدرس أو يعرفه من خبرة، اللي تعلمه المدرس بتاعي في سنوات التدريس بتاعته، ما يتضمنه الكتاب المدرسي. لو لاحظنا كل هذه الطرق دي كلها بتشير إلى التعلم التقليدي. طيب طالما الطرق دي مش هتبقى ذات جدوى نعمل إيه؟ قال المطلوب ما يحتاجه الطالب أو المتعلم في الأغلب للتقدم الناجح في دراسته ووصول الوظيفة المستقبلية. يبقى أنا لما أجي أدرس دلوقتي لازم أحط في اعتباري إن أنا اللي هدرسه للطالب ده هو ده اللي هيوصله لوظيفة مستقبلية، ده اللي هيوصله لوظيفة مستقبلية. يبقى أنا في نظام القدرات هبدأ إن أنا أدرس ما يحتاجه الطالب للوصول إلى الوظيفة المستقبلية. قال لي أفضل وسيلة للوصول للوظيفة المستقبلية إن الطالب يتعلم في الميدان الحقيقي للمهنة. يعني الطالب ينزل الميدان الحقيقي للمهنة، يعني ما يبقاش التعلم بتاعي واقف على الفصل الدراسي. أنا عندي معمل في المدرسة يبقى التعلم في المعمل، عندي ورشة في المدرسة يبقى التعلم داخل الورشة. ما يبقاش التعلم بتاعي متوقف أو إن هو منحصر على الفصل الدراسي، لا خلاص بقى إحنا طالما التعلم بتاعنا بقى تعلم تطبيقي يبقى في الحالة دي ما ينفعش إن أنا أفضل قاعد بالطالب بتاعي في الفصل وأعلمه. انزل لو في عندي معمل يبقى التعلم بتاعي داخل المعمل بتاعي، لو عندي ورشه يبقى اخد الطالب بتاعي وانزل الورشه بتاعتي ويتعلم نظري وعملي في ما ويلمس المعدات والادوات بتاعته. الناحيه الاكاديميه تقل والناحيه المهاريه تبدا تزيد، بس الناحيه المهاريه هتزيد وفق معايير اداء هيشتغل بيها، مش هيشتغل لوحده كده. تمام؟ طب معناه ايه؟ قال لي علم الولد في البداية ان هو يقدر يجهز مكان العمل بتاعه وفق معايير اداء محددة. يعني ايه؟ قال لي لما يجي يجهز مكان العمل بتاعه فهمه يطبق معايير الجودة. ايه هي معايير الجودة؟ قال لي 3S. معناها ايه؟ معناها ان الطالب بتاعي لازم يفرز ادواته ولازم يرتب ادواته ويبدأ ينظف ادواته قبل ما يشتغل بيها.
لما ادخل الورشة على الطالب يبقى حاطط كل أداة في درج خاص بيها وكاتب عليها اسم الأداة، تبقى الورشة بتاعته منظمة ومنسقة. طيب انا عندي دلوقتي الموضوع ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان الطالب ده لما يخرج سوق العمل يبقى سلوكه في استخدامه للعدد والادوات لائق، وبالتالي يبقى طالب مرغوب فيه في سوق الايه العمل. لما يتعلم ان هو لما يشتغل بادواته ينظمها ويفرزها ويرتبها وينظفها ويضعها في اماكن بشكل كويس جدا، بحيث ان هو لما يجي يجيب اي معدة ما يبقاش فيه اي حوادث او مخاطر عليه. في الحالة دي انا علمت ولادنا سلوك، يعني انا مش خليتهم يشتغلوا بمهارة فقط، لا انا علمته مهارة ان هو يفرز ويتعلم ان هو يشيل ادواته كل اداة حسب العملية المطلوبة منها مع بعضها، كل الأدوات المتشابهة مع بعضها. وبجانب هذا السلوك خليته يحافظ على نظام في ترتيب الأدوات والمعدات ونظافتها، فده سلوك أنا أكسبته لمين؟ للطالب. يبقى أنا عندي هنا بكسب الطالب المهارة زائد السلوك، والسلوك ده هو اللي بيخليه لما ينزل السوق يبقى طالب بيشتغل بأداء لائق، وكمان يقدر ان هو يعرف يتعامل مع المشرف الاكبر منه ومع العامل الاقل منه بشكل لائق ومحترم. لازم ولادنا تبقى مكتسبة السلوك بجانب اداء المهارة، بجانب اداء المهارة. طبعا المعرفة ده شكل طبيعي، بما اني اديت المهارة اكيد انا اكتسبت معرفة عن المهارة دي عشان اقدر ان انا اديها. يبقى لما اقول ان انا جدير يعني انا بعمل شغلي وبعمل مهاراتي وفقا لمعايير اداء محددة، المعايير دي هي اللي بيضعها لي المؤهلات المهنية للمهنة ايه بتاعتي، معايير المؤهلات المهنية للمهنة بتاعتي. نبدأ مع بعض كده نشوف على الشاشة بتاعتنا، الشاشة بتاعتنا تعرض لنا ايه عن الجدارات. بتقول لي الجدارة، تشير الجدارة الى المعرفة والمهارة والاتجاهات الأساسية اللازمة لأداء مهمة مهنية معينة. يعني الجدارة كده هي عبارة عن مجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية اللي من خلالها أقدر أؤدي مهمة معينة. طيب قال لي كمان هي القدرة على أداء مهاراتك أو الأنشطة المهنية بتاعتك، ولكن بمعايير مهنية متفق عليها، ولكن بمعايير ايه مهنية متفق عليها ومتوقع او مطلوب من هذه الوظيفة، مدعمة بمعرفة اساسية واتجاه مناسب. الجدارة لو بصينا هنا كده على الثلاث تروس دول، الحركة بتاعتي مش هتتم الا لما اكون عارف الثلاث حاجات بتاعتي دول، المعرفة والمهارة والاتجاه او السلوك. التلاتة دول مع بعض هما اللي بيجعلوني جدير، التلاتة دول مع بعض هما اللي بيجعلوني ايه؟ جدير. يبقى ايه الفرق ما بين واحد جدير وواحد ماهر؟ الجدير هو اللي بيؤدي المهارات بتاعته وفق معايير اداء محددة، انما الماهر هو بيؤدي المهارة خلاص بأي طريقة إن كانت، ما عندوش معايير محددة هو بيشتغل عليها. انما الجدير هو الذي يؤدي المهارة وفق معايير أداء محددة. حضرتك عمالة تقولي معايير معايير معايير، يعني إيه كلمة معيار أصلا؟ المعيار ده هو المسطرة اللي بقيس عليها الأداء. يعني إيه بردك مسطرة بقيس عليها الأداء؟ يعني ناخد مثال، لو جيت قلت هنفذ عملية الشنكرة وفق الرسم التنفيذي، حلوة قوي. يبقى لو الطالب ما نفذش عملية الشنكرة اللي جياله ديت وفق الرسمة اللي مطلوبة منه، يبقى في الحالة ديت طيب ما هو ممكن يرسم الشنكرة ديت وفق الرسم بس مش بمعايير الأداء اللي موجودة في الرسم، يبقى غير جدير. يبقى لو نفذ الشنكرة وفق معايير الأداء اللي موجودة في ورقة الرسم اللي جياله، يبقى في الحالة دي الطالب ايه؟ جدير. ايه اللي انا عملته؟ بدأت بجملة يبدأها فعل مضارع اكتف، ماشي، فعل الطالب بيعمله
وفي نهاية الجملة بتاعتي شرط من الشروط، ينفذ وفقا ليه. لو ما نفذش وفقا للجزئية دي يبقى غير ايه؟ غير جدير. وهو ده المعيار. المعيار هي عبارة عن جملة فعلية قابلة للقياس، الفعل بتاعها قابل للقياس، يعني اقدر اشوفه واقدر اقيمه للطالب. وهذه الجملة تنتهي بشرط اداء. تنتهي بشرط ايه؟ اداء. انا هنفذ متبعا قواعد السلامة والصحة المهنية، انا هنفذ وفق التعليمات، انا هنفذ المنتج ده وفق ارشادات المعلم ومتبعا قواعد السلامة والصحة المهنية. يبقى هو بيقول لي نفذ، بس بيديني شروط انفذ بيها. لو انا ما اتبعتش هذه الشروط اثناء تنفيذ المهارة ابقى في الحالة دي غير جدير. تمام؟ بعد، يعني ايه غير جدير بعد وغير جدير وجدير؟ جدير يعني قضى المهمة تمام زي الفل وفق معايير الاداء اللي محطوطة ليها. غير جدير بعد يعني محتاج ان هو ياخد فرصة تانية يتدرب عليها مرة تانية، بحيث لما ينفذها يبدأ المستوى بتاعه يوصل لمستوى الجدارة. طيب يبقى غير جدير بعد يعني ايه بعد؟ يعني محتاج ان هو ياخد فرصة تانية بحيث ان هو يتدرب مرة تانية ويتقيم مرة تانية حتى يصل الى مستوى الايه؟ الجدارة. تمام. انا كده فهم يعني ايه كلمة جدير. انا خراط جدير. يعني ايه خراط جدير؟ يعني خراط بقوم بكل المهارات المطلوبة في مهنة الخراطة وفق معايير اداء، وفق معايير اداء محددة. طيب يبقى ايه بقى هو المعيار؟ المسطرة اللي هقيس عليها مدى اداء الطالب، بحيث ان الطلبة كلها تيجي تتقيم وفق مسطرة ايه؟ واحدة. يبقى فيها زي بنقول كده احنا يعني مساواة في التقييم بين الطلبة كلها، لان الطلبة كلها بتقيم وفق اداء او معيار اداء واحد. تمام؟ يبقى انا هنا موضوع الجدارات ده طلع جميل قوي. خلي الطلبة كلها بتشتغل على مسطرة واحدة، هيخلي مستوى الطلب كلها لازم يكون مستوى واحد. المهارات اللي هم بيشتغلوا بيها لازم ينفذوا هذه المهارات وفق معايير اداء مش بعشوائية، متبعين سلوك واتجاهات محددة تجعلهم يعني طالب، تجعله طالب جدير. طالب الجدير ده من اللي حاطط لي معايير الاداء او معايير الجدارات ديت؟ المؤسسات التعليميه مع مشاركه رجال الصناعه. طالما رجل الصناعه هو اللي حط المعايير دي معايا، لما هيجي يختبر الطالب بتاعي ويلاقيه بيشتغل بنفس معايير الاداء، اكيد الطالب ده هيخرج للسوق وهيكون طالب مرغوب فيه في سوق العمل، وبيواكب احتياجات سوق العمل من التكنولوجيا ومن الصناعه. تمام يا شباب؟ احنا دلوقتي وصلنا مع بعض لفاصل، وهنخرج فاصل مع بعض وهنرجع نواصل حلقتنا مرة اخرى.